هذه المخيم العالمي، لاحظوا احنا انه الكشافين يلجون الى هذا الفضاء من اجل التعارف ما بين الزهرات والمرشدات المتواجدين في جميع انحاء العالم. فيه الكثير. اليوم كان لنا الشرف في المشاركة في المخيم العالمي جوطا جوطي اللي تواصلنا فيه مع الكشافة في جميع انحاء العالم، منها اندونيسيا وامريكا ومصر ومن الدول العربية.